السلام عليكم الوريدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في القناة. يوم فيديو جديد وروتين جديد، يوم واحد روتين جديد اللي كيكون في رمضان، يعني روتيني ديال رمضان. نتمنى انه يعجبكم. مهم كي دوزتوا نهاركم، غلبتوا رمضان ولا غلبكم، نتمنى تكونوا مزيانين. المهم البنات اللي درتها اكيد غادي نبارطاجيها معاكم. غنوجد معاكم بعض الشهيوات اللي غادي نحطهم في الفطور. يعني انا كنحط الحاجه اللي غادي تنتكل، يعني ما غاديش نبقى انا غير كان يعني نطيب ولا نحط فوق الطبله والحاجه غتضيع، ولا راه ربي ما كيبغيش الضيعه. يعني الحاجه، حاولوا انكم البنات الحاجه اللي غادي تاكلوها هي اللي ديروها، يعني ما تبقاوش تعمروا غير الطبله باش تبان لكم الطبله عامره وصافي. يعني غير اللي غادي تاكلوه حطوه، ما غاديش تاكلوه ما كاينش لاش ديروه، ما كاينش مع الضيعه، ما كاين لاش، يعني ربي ما بغاش الضيعه. المهم انا غنوجد معاكم شي حويجات اللي غادي ناكلوهم في الفطور اليوم، ونتمنى ان عفوا سمحوا لي البنات، ونتمنى انهم يعجبوكم. يلا البنات ما تنساوش دعموني بلي لايك ديالكم، وخليو لي لي كومونتير ديالكم زوينين وشجيعاتكم، وكنتمنى لكم رمضان مبارك باش ما تمنيتو ان شاء الله. اللي في قلبها شي حاجه الله يسهل عليها، واللي ناوي شي حاجه الله يسهل عليه، وعواشركم مبروكه. يلا البنات معايا باش ندوزو الروتين ديال هاد النهار. ها انتم البنات، هنايا غادي نوجد معاكم واحد الشليضه غادي نديرها، كتجي زوينه وبنينه. هنايا راني كنسلق خيزو كما كيبان لكم، وهنايا دايره بطاطا حتى هي كتسلق، وهنايا شويه ديال الجلبان حتى هي كتسلق. المهم البنات ملي غادي تسلقوا نحضرهم معاكم. دابا البنات غادي نوجد معاكم العصير، واحد العصير اللي كيجي زوين وبنين. المهم غادي نوجدو معاكم. هنايا خديت واحد شويه ديال الليمون المعصر باش نطحن الفريز، غنديرو الفريز. هنا عندي فريز انا كونجولي البنات، غادي نضيف عليها البنات شويه ديال الخوخ مقطع، راه خليته بالقشره ديالو كيجي بنين. وهادو البنات ديك الكونسونطري ديال الليمون اللي حضرت معاكم، دابا نخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف. دابا اللي اول مره كتشوف ما شافتوش دخل وتشوفوا راه كيجي بنين، حتى هو غادي نضيفو معاهم. البنات السكر اختياري انا، ما كنديرش في العصير السكر، كنخليه طبيعي. المهم ندوز نطحنو ونرجع معاكم. هانتوما البنات، راه العصير ديالنا ها هو وجد كيف ما كتشوفوا، الخليط اللي خلطت بين الفريز والخوخ وديك الكونسونطري ديال الحامض. دابا غادي ندوز نخلطو مع الليمون. كيف ما كتشوفوا البنات، هذا راه الليمون هنايا راني معصراه، ديجا معصراه، غادي نخلطو معاه. اخد واحد البانيو اللي يكون كبير فيه ديك الليمون، راه كيجي البنات بنين وزوين وكيجي بزاف. يعني نتوما البنات غادي نكب عليه ديك الخليط، وصافي البنات غادي نخلطو مزيان، ومن بعد نديرو في قرعات ونديرو في الثلاجة يبرد. وهذا هو العصير ديالنا، كيجي زوين وبنين وساهل. هانتوما البنات، راه العصير ديالنا ها هو وجد كيف ما كتشوفوا، خلطتو مع بعضو ودرتو في القريعات وغادي نديرو في الثلاجة يبرد. المهم البنات ما قلتلكمش الكمية ديال الليمون، يعني شحال تعصرو. انا عصرت تقريبا جوج قريعات هادو ديال يترو، ودرت فيهم كيف ما كتشوفوا واحد الربعة ديال الخوخ، ما كبارش بزاف يعني مويان، ودرت فيهم ديك الكونسونطري
ديال الحامض، راه ديجا وجدته معكم في القناة، دابا نخلي لكم الرابط لتحت. درت 4 المكعبات، وبالنسبة ديال الفريز واحد الكمية غير شوية، يعني تكون ديك يعني رابعة، يعني 250 غرام. المهم وكتعطيك هاد الكمية هادي، يعني راه هنايا 2 يترو ونص تقريبا، 3 يترو يعني قل شي شوية. المهم راه كيعطي واحد الكمية كبيرة، وراه كيجي بنين ولذيذ بزاف، نتمنى انه يعجبكم. يلا السلام عليكم. ودابا البنات غادي نوجد معكم واحد الدجاج، راه كيجي بنين 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 وزوين، بواحد الشرميله زوينه كنقليه كيجي رائع، نتمنى انكم تجربوه. المهم البنات هنايا عندي انا طريفات ديال الدجاج، راني يعني مقطعاهم هكا كيف ما كتشوفوا، طريفات هكا كبارين شويه كيف ما كيبان لكم. دابا غندوز ونوريكم شنو غندير فيهم. غنديروا البنات شويه ديال الملح، غادي نديرو الفلة حمرا والشاونية ولا التحميرة، كل واحد وكي كيقول ليها البنات. غادي نديرو البنات الكامون، ثوما يعني العطرية كنحاول انني نكثر منها، وغادي ناخذوا البنات القزبر يابس، حتى هو مطحون كيف ما كيبان لكم. راه كيجي بنين البنات، عفوا. وغادي نديروا البنات شويه ديال الثومه، ثومة اللي ديجا حضرتها معاكم، هي مهروسة. الا بغيتو البنات ديروا شويه ديال السودانيه، انا غندير غير شويه على حساب الدراري، كيجي بنين يعني الحر، ولكن مع الدراري راكم عارفين البنات. غنديروا البنات هنايا شويه ديال الزيت نباتي هكا، وغادي نخلطو، ما نخلط بيدي، نخلطو هكا مزيان البنات باش تدخل فيه ديك الشرمولة ديالو. غنخليها البنات هكا يشرب لنا شويه ديال الشرموله، يعني تشرب مزيان، غنغطيه حتى تقرب شويه المغرب، وديك الساعه غادي نديرو يطيب. دوزو دابا ونصايبو حاجه اخرى. بان لكم البنات هنايا راه الخضره ديالنا هي راها طابت، راها وجدت، درتها في واحد الطويصه. غادي ناخدو الكاشير هكا مقطع مربعات، غادي ناخدو الفرماج حمر حتى هو مقطع هكا مربعات، وهنا البنات غادي نديرو المايز حتى هو، غادي نخلطو هاد الشكل ديالنا كيف ما كيبان ليكم. دابا البنات غنديرو عليها المايونيز، نخلطو وصافي. ها هي الشلاضه ديالنا وجدت، غنخليها في الثلاجه حتى تقرب لي المغرب يودن، وغادي نديرها في الطبيصلات. هنا البنات راني درت المقلاة تسخن،
ندير عليها الزيت، وغادي ندير ديك الدجاج ديالي يطيب فيها. صافي البنات، غادي نغطيه ونخليه يطيب الطيفه ديالنا ونوريكم الشكل النهائي. هنايا البنات راه الحليله كانت بقى لي، يعني ما طيبتش، راني درتها تسخن حتى هي. وهنا البنات راني جبت ديك البريوات والسيكار ديالي اللي حضرت ديجا معاكم في القناه، انا درتهم دهنت لاطاب بشويه ديال الزيت وغادي ندخلهم الفران. ها انتم البنات، هذا هو الدجاج ديالنا من بعد ما طاب، راه كيجي بنين بنين ما شهيتكم فيها البنات. والله الا هي جربوها، جربوا هاد الطريقه اللي عطيتكم، هاد التوابل اللي قلت لكم انا ديروها، راه كتجي بنينه وكيجي الدجاج كيجي فتي. وها انتم البنات كيف ما كتشوفوا، راه الطبله ديالنا هنا حنا وجدناها كيف ما كيبان لكم. ثم هذه هي الشلاضه اللي وجدت معاكم كما كتشوفوا، ها هو الدجاج اللي قلت لكم حتى هو راه كيجي بنين.